Bonjour Walidati Zouinine, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, on va faire l'appel premièrement et puis on va passer à l'exposé de vos camarades, c'est bon? Yalla, l'isme smitu, igol présent ou l'ibniouté d'igol présente, c'est bon? Ryan El Mehri, présent. Miriam El Mourabit, présente. Hala El Alaoui, présent. شيماء القروي présent. علي زوين présent. monsieur je suis là. كنزة سبتي présent. مروان الشريف présent. أسامة الكبير présent. منال بن عبو oui monsieur je suis là présente. يسرا الفنا présent. Et finalement et pas le final, Idriss El Adim présent. C'est bon, parfait. دابا اللي عندهم ليكسبوزي sur le sujet ديال le tremblement de terre, واش مستعدين؟ Oui monsieur, nous sommes prêtes. Allez-y les filles, prenez votre temps et bon courage. Merci professeur. C'est bon, vous êtes prêtes? Bonjour mes chers camarades. Aujourd'hui, on va faire l'exposé, on va vous présenter l'exposé sur le sujet de les tremblements de terre et bien sûr avec ma copine. Bon, comme vous savez que... Merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. اصاحبتي كوني صافشيني مشيت انا وياك رجلي برجليك عند لوسيدا باش نقولها تاجلنا هاد ليكسبوزي وزيدونا كاع ما عارف علاش تهضر هادشي وباغياني نديرو وايلي اصاحبتي تانتي شحال فيك اللهم نحيدو علينا دابا ولا يبقى تابعنا هكاك على والو وبيني وبينك دغيا غادي نوضو نزربو عليهم انا وياك دغيا ما يفهمو والو انت هضر من هنا وانا نهضر من هنا حنا سالينا ناري اختي خليها الله شداني الخلعه والمهم الا مشات توصلت نوبتي بلاتي بعدا يا اختي انت اللي غادي تبداي فاش غادي نوضو عاد نتبعك انا سمعتي والا وصلت نوبتي يا اختي ومشيت تا وحلت ربي لا ما عتقيني هالعار هالعار اختي انا مزاوقه صافي تهني ما تخافي والو كلشي غيدوز هو هذا ايوا الله اختي فاطمه الزهراء الله يا ربي انا كامل بيت هادشي اليوم وزيدونا راه جوج وربع عادي وكاع الاقسام دخلوا بقينا غير حنا بالي محال وجهي للسد انا غادي نشري في حالتي كريمه عندك تقيزيني في الغياب انا قلتها لك لا لا خويا ما قالت على مشاكل مع الاداره وبارك عليا الله يحفظك الله يحفظك داك النهار صوفيتك في الامتحان ديال الماط ايوا يا خويا راه داك المزيان ديالك راه تقاد شحال هذا على ما عقلتيش فاش ما كنتش قيدتك في السبور اما دابا لما بديتي تقيد زيد اخويا دخل عندي دخل راه ما عندي ياك اختي كريمه ياك واجي راه فين تجيك سير ابو سير اختي مينا واش نتوما واقيلا اللي عندكم ليكسبوزي اليوم ياك اييه اختي كريمه ولكن حتى دوز نتوما بعدا عاد غادي نتبعكم انا وفاطمه الزهراء بعدا فكرتيني ما عرفتش خلاو لي هذاك البروجيكتور داك الطاطاشو اللي تنديروا به ليكسبوزي ما عرفتش خلاو لي الفوج الاخر ولا لا 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 راه سالوا منو الفوج الاخر خلاو لنا في هذه القاعه 13 داخل لها دابا حنا نيت اجي بعدا ما عرفت انت علاش داوي في هذا ليكسبوزي عندي اختي على اضرار التدخين وصراحه كنت باغي نديرو على اضرار الانترنت ولكن شت ديك حفصه وكوثر سبقوني ليه وانتم علاش داويين وحنا راه دايرينو على الزلزال انا ومينا لا عندك اختي كريمه الصراحه الله انا ما درت والو راه فاطمه الزهراء اللي درت كلشي وهي طالباني قالت لي على العار ما تجي تدخلي معايا فيه الله هي طالعه مع الدروج الاستاذه يا اختي تقولي حالفه واش هتغيب شي نهار في هاد المدرسه هادي هو حالفه العفو يا اختي ما كتمرض ما كدير اضراب بوحدها اللي ما كتغيب في هاد المدرسه هو قلت ديك العطله راه تشداي بزز ولي ولي سكتو سكتو هي جات هي جات اش هاد المهزله دايره لي انتم هنايا ويلي دايره لي الموسم هنا راه صوتكم تيتسمع من حدا الاداره كاع الاقسام هجتوهم ايه لا شويتو واش تبغي تشوهوني في هاد المؤسسه ولا شنو زيدوا دخلوا عليا زيدوا ايه بلاتي عليكم اجي اختي فاطمه الزهراء نقعدوا غير هنا اش بان لك لا لا صاحبتي اش هاد البلاصه هادي راه حنا عندنا العرض واش نسيتي وانتي واش انا تنبان لك وليت صفراء بحالي بحال الحيط بالخلعه وتقول لي نسيت يا اختي اش معذبه انا مجلسنا في هاد اللور هذا زيدي نقعدوا لقدام باش تيلو وصلت نوبتنا بعدا نوضوا ديريكت للسبوره ماشي انتم موجهين من هاد اللور دايرين لهم انا التيفيلي ويا اختي عرفتني انا الكترو عليا العينين بتخربق ليا المشيه وبين زدق جي على وجهي وضحكني عليه هادو جا الويل
لا لا يا اختي زيد وكادير قدام لابيد زيد وكادير زيد اييه وما شتيش انت اللي استدايله دارت لها في الخواب لنا لا كاع زيد حنا في داك القدام هاكك متفلين وتصدق مسبقنا حنا الاولين نديروا هاد ليكسبوز هذا تاع الويل وديك الساعه شوفي شويتنا كي دايره وناري اختي شحال فيك ديال الفهمات صافي سكتينا انا درت لك خاطرك وجلستينا ايوا اختي انا راه ما بزت عليك بغيتي تمشي تقعدي قدام سيري انا ما قاعداش راه لي غير داكشي اللي غادي نوضوا نهضروا عليه فهادشي اللي بينا نوضوا حنا نديروا اللي محلاني فيه وديك الساعه سيري انت باش تبع ديال وصلت نوبتنا نعرف اش بغيت نقول لها نضنا صافي اختي انا جلست حداك غير عنينا الشريفات شتكم واخدين راحتكم راه واقيلا الا قعدتي ليا بلاصتي انا نوضوا تقعدوا هاد الطاوله راه ديالي انا اللي ديما تنقعد فيها شنو هو الطاوله ديالك مالا اختي مكتوبه في سميتك والله ما كذبتي اختي مينا اللي جلست في شي بلاصه ترضى ديالو تقولي قاعدين في الحمام اييه اختي الحمام هذا وانت دابا لما بديتي تنوض لين بلاصتي غادي نقولها للاستاذه تجي تنوض هو علاه نقولها للاستاذه وصافي ساليتي هضرتك يلا بالك بالك تكركبي قدامي بالك وانت دايره لي الخاميه بلا مسامر بالك الطاوله تعطاهم الله استاذه 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 اشنو بيتي مالك واقفه عليا تما كاشنو كاين استاذ حنا ديما تنقعدو هنايا جايه دابا تنوضنا منها هكاك باطلان ناري عليك دابا لا عندك استاذ هاد الطاوله راه ديالي من بدا العام تنجلس فيها دابا انا غير جاوبوني واش دابا نتوما من دول اقسام كلها هما القسم الوحيد اللي داير لي هاد الحاله فهاد المدرسه ياك واش نتوما هما القسم الوحيد اللي ما غايسالي هاد العام تتقاديو لي هاد الشبيك وكالي بقى عندي في الصحه ديالي ايوا استاذ انا راه ما نهضرش لها من هنا وزيد انا راه ما تنشوفش البعد تيخصني بعيد باش نشوف مزيان ايوا صافي بنتي نوفيس انت مولات العقل اجي قعدي هنايا قدامي اجي راه كاع البلايص بحال يلا نتوما سكتونا واللي سمع سميتو قول حاضر ايوا قيدي عندك فين تجي كامينه دابا غير ربحوا بديك البلاصه لا انت ولا ديك العجه اللي حداك يا تا لمن قلت هذه العجه واش ليا ولا ليك صافي انت اختي مينا خليها تمشي في حالتها بصلت امي سيسي حتى هي بيت تافهه صافي خليها تزيد في حالتها والمهم عبرنا عليها ما ضناش لها بلاصتها خليها تموت بس فاطمه الزهراء الهضره حاضره استاذه زكريا المحيمر ولا معات المهيمر المحيمر استاذه ماشي المهيمر هاني حاضر راه محيمر نيت سارة اشنو حاضرة عماد العظم عماد العظم واش ما كاينش استاذ راه ما بقاش كيقرا في هاد المدرسه راه انتقل شي سيمانه هادي ايوا واخا هو تتعقلي عليه بنتي كريمه الله يرجع لك تتقولها الاداره يشطبوا عليه من اللائحه امينه بوسلام حاضرة استاذه هاد الكنيازي ما غريباش اش كتجيك مريم بوسلام استاذ راه اختي الكبيره راه قرات عندك في الباك ايوا قولي لي اختك الله يدوز هاد العام بخير وعلى خير معاك ما علينا كوثر العتبه كوثر العتبه يا تا قولي حاضرة اللي استاذ راه عيطات ليه هاني استاذ حاضره ايوا فيقي معايا شويه بنيتي الله يرجع لك ولا جايه تجيري لي القيلوله هنا في القسم هاد الكنيات هادو راه ما تيبيو يتقراو ليا اش مكتوب هنا بنيتي حسن المكرفص ياك حسن المكرفص حسن المكرفص حاضر تنزل قدم هاني استاذه حاضره انس المفنتر انس المفنتر ما كاينش هذا المفنتر استاذه راه مشى غير يشرب ايوا بالنسبه اللي ما سمعوش سمياتهم غادي تمشيو عند المكلفه وغادي تقيدوا سمياتكم لتحت في اللائحه باش من بعد الاداره غادي تشوفها وغادي تزيدكم ديك الساعه في اللائحه الرسميه يلا ما عرفتش كل اللي عنده واقيلا اكسبوزي في هذا القسم انت بنتي كريمه وشي جوجات اخرين ياك اييه استاذه كاين انا بوحدي وجوجات الاخرات هما امينه وفاطمه الزهراء هما اللي بيديروا العرض بوحدهم وانا بوحدي يلا واخا صافي يلا نوض يا بنيتي وشويه السكات نتوما شتي اش قلت لك استاذه كاع ما عاقل علاش كل اللي عنده اكسبوزي وهذيك البقره تاعي يكون هي سكتات قايله لها سمعتنا هكا ها انت تتشوفي اختي كون هي دخلت سوق راسها باش تعرفي مع المشاركين هذا القسم هذا يخطفوا يلا نوض ولدي الله يرجع لك دفع لي داك الطوبه باش يبان لنا الطاطاشو مزيان انا استاذه انت نوض سربيني يا وينا شوفوا الا نضنا فاطمه الزهراء وياكم شي واحد يسولنا انا قلتها لكم يلا هو صافي وقولها قولها للاخرين قولها للاخرين صافي السلام عليكم زميلاتي وزملائي في القسم اليوم سوف اقدم لكم عرض حول اضرار التدخين وسوف نبدا بتعريف التدخين التدخين كما ترون في الصوره هو شخص يدخن او امراه تدخن ولا يحتصر على جنسين هو يحتصر على الجنسين تماما وكما تعلمون ان اضرار الجسم ان اضرار التدخين هي كثيره وأذكر منها كما ترون في الصورة أن هنالك داء السلي وداء الروماتيزمي والكحة والزكام كوثر كوثر ربنا ما تلقي لي يكون يكسو عافاك عافاك بيشوف واحد الميساج بيوصلني دابا ضروري في مجتمعنا الحالي يلا يلا ولم يقتصر كل صافي صافي راه تشدات لي صافي على, 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 على الرجل بل حتى المرأة يا انت تقول لك الزراعة واحد كذوقني والتدخين هو من أمراض شحال عطيني الأول التدخين أو علينا بإقلاعه فيجب علينا إما أن نقوم بممارسة الرياضة كما ترون في الصورة هذا الرجل قام بممارسة الرياضة
وقام بكل ما هو رياضي حتى يقوم بعمل رياضي حتى يقوم بإفراز الدوبامين في دماغه وحتى لا يكون له إدمان كلي على التدخين. ولا يقتصر التدخين على الأعمار التالية التي هي 25 سنة 24 18 بل أصبح الشباب دوقنا من الفانيد يتدخنون في وديك الزرعة الأزقة راهي بركة من الكذوب راهي عندك في جيب ظاهرة عادية وهذا والله إلا عندك الزرعة دوقنا صاحبي بركة عليا في القرن الثاني أرى وهذا اللي عطيتنا أرى عندما يريدون التدخين يدخنون وهم يا اختي سعدات انا يضحى حافظه هذا الشيء انا كون منها كنت لفت واختي كاع لا تكون حافظه راه من 5 وقت ما كان عندها شي اكسبوزي تدير التدخين دارته بلونغلي فاش دارت سموكينغ دارته في الفرنسي فاش دارت لي سيجاريت واختي راه بحال ولات كنت تكمي. والى هنا يكون قد انتهى عرضنا لهذا اليوم واشكركم على استماعكم وانتباهكم. صافي استاذه سالي ممتازه بنتي كريمه صراحه عرض كان شيق جد 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 رائع صراحه ما كنتش متوقع هذا المستوى. صفقوا على الزميله ديالكم صفقوا نوتشالي لي انت داك الطوب. شكرا استاذتي. يلا دابا ندوزو لفقره الاسئله اللي عنده شي سؤال تفضلي طرحوه على الزميله ديالكم. حسنا دونك ما كاين حتى شي سؤال كيف ما قلت لك بنيتي كان عرض اللهم بارك تبارك الله تبارك الله عليك. يلا اصحاب العرض الموالي يتفضلوا السبوره يلا نمروا للموضوع الموالي يلا يلا صاحبتي وصلت نوبتنا يلا ناري اختي جدتني الخلعه يا صافي ما تخافي والو نوضي نوضي يلا شويه ديال السكات شويه ديال الهدوء صافي استاذين بداو يلا تفضلوا بنياتي اطفي لي هذا داك الطو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. بدايه اتوجه بالشكر الى استاذتنا الفاضله استاذه سعاد التي تقوم بمنحنا الفرصه لتقديم عروض شيقه لتوسيع ذاكرتنا الفهميه. واليوم سوف نقوم بعرض حول البراكين والزلازل. اترككم الان مع زميلتي امينه التي سوف تقوم باعطائكم مفهوم الزلزال والبركان. شكرا زميلتي. كما تعلمون ان الزلازل والبراكين هما ظاهرتان جيولوجي يا فاطمه الزهراء. كما تعلمون ان الظاهرتان هما براكين وزلازل وان الجيولوجيا هي استاذ راه تضحكني كنزه. صافي استاذ صافي. كما تعلمون ان الظاهرتان اللي هما البراكين والزلازل هما ظاهرتان يحدثان في فصل الربيع وهما ظاهرتان جيولو طبيعية. وإلى هنا أترك الكلمة لزميلتي فاطمة الزهراء. ويلا أمينة وجبت ضحكة فينا القسم كامل كيفاش نعطي الكلمة لزميلتي وجهلتي وصافي صاحبتي حتى انتي كملي راه تلفات لي الهضرة. الله يا أختي الله حرام عليك. كما ذكرت زميلتي أن الزلازل والبراكين هما ظاهرتان جيولوجيتان طبيعيتان ويكونان في الفصل الربيعي. وإلى هنا ينتهي عرضنا ونشكركم جيدا وكثيرا على حسن إصغائكم وانتباهكم ونلتقي في عرض آخر. والسلام عليكم. صافي أستاذ سالينا. لا ما شعل عليا داك الطول الله يرجع عليك شعل. لا لا تبارك الله والصلاة على النبي عليكم. عرض واش من عرض درتو لينا وقليلة طولتو لا هادشي تبارك الله غني بالمعلومات لدرجة ما باقي عرفناش جدو واش نخليو. الله يدوز معكم هاد العام بخير وعلى خير. الله يحضر السلامة وصافي. ما علينا اللي عندو شي سؤال يسول. يا ربي ما يسول حتى شي حد راه ما نعرف باش نجاوب. لا لا يدني راه وصيت القسم كامل قلت لهم حتى حد ما يسول. ويلي أمينة قاعدة عليا وصيتها اش وصيتها نفيسة الزيت تابا تسول. دخلنا عليك بوجه الله. ويلي 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 يلا بنيتي نفيسة سولي داكشي اللي بغيتي تسولي راه تبارك الله كاين ما يتسول. أستاذة أنا حقيقة لم أفهم التعريف الذي قدموه عن الزلزال والبراكين. هل هنالك تعريف آخر لديهم ليقدموه لنا؟ يلا بنياتي جاوبوا الزميلة ديالكم. إوا أختي راه قلنا لك البراكين والزلازل هما ظاهرتان جيولوجيتان طبيعيتان
ويقونني في فصل الربيع. ناري لهادي وخرجناش غندي لها ربي الا خرجنا ما تشتيني عليها. اني قلتها لك ما شتي انا يا اختي. هيا الزيت جاتني ما عادش بتسول. اسكتونا نتوما واحد شويه. عندك شي سؤال اخر بنتي؟ نعم استاذه. طلع بنتي شنو السؤال ديالك؟ ويلي منين على الشيطان؟ ويلي اختي منين فين غتجي؟ ويلي شتوها؟ السؤال هو كيف عاي؟ نري